70 سيارة إسعاف موجودة في ميدان التحرير، وثمان عيادات لتأمين المليونية، وأن الكنيسة المصرية النهاردة، الكنائس المصرية الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية، أكدت إتاحة الحرية للأقباط بكل اتجاهاتهم للمشاركة في مظاهرات الجمعة، وقالوا أن مصر أولا، وستقام صلوات القداس من أجل الوحدة والاستقرار، لأن سبحان الله بتتوافق أيام رمضان مع صوم السيدة العذراء، أعياد للأقباط أيضا. مصر كلها تصوم وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يقود ويأخذ مصر ويرعاها ويمر بها من كل المخاطر. خلونا نروح للتحرير، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة، ثم نلتقي مرة أخرى. زي ما قلت لكم هنكون من استوديوهاتنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن التحرير والسويس والإسكندرية، لحظة بلحظة. لا تنازعوا